السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، مرحبا بكم في قناتنا قناة في نور الله. وياريت قبل ما نخش على التفاصيل تدعمونا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناة حتى يأتيكم منها كل جديد. ويلا بينا على التفاصيل. مفتي السعودية: صلاة العيد في البيوت دون خطبة. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء قال إن صلاة العيد إذا استمر الوضع كما هو الحال عليه في هذه الأيام من عدم إقامة الجمع والجماعات في المساجد والجوامع فإنها تصلى في البيوت بدون خطبة بعدها. وبحسب صحيفة الجزيرة سبق صدور فتوى من اللجنة الدائمة للفتوى السعودية جه فيها ومن فاتته صلاة العيد وأحب قضائها استحب له ذلك فيصلي على صفتها من دون خطبة بعدها. فإذا كان القضاء مستحبا في حق من فاتته الصلاة مع الإمام الذي أدى صلاة العيد بالمسلمين فمن باب أولى أن تكون إقامتها مشروعة في حق من لم تقم صلاة العيد في بلدهم لأن في ذلك إقامة لتلك الشعيرة حسب الاستطاعة. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أجازت أن أداء صلاة العيد في المنازل دون اشتراط وجود خطبة وده في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد. وأوضحت أنه ما يشترطش الخطبة لصلاة العيد فإذا صلى الرجل بأهل بيته فيقتصر على الصلاة بدون خطبة. مؤكدة إن إذا صلى المسلم صلاة العيد منفردا أو جماعة يعني لو صلاها لوحده أو مع جماعة بأهل بيته فهو يصلي ركعتين وبالتكبيرات الزوائد وعدد عدد تكبيرات الزوائد 7 في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام و5 في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام من الركعة الثانية. مضيفة إن وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى يبدأ بعد شروق الشمس بحوالي 3/4 ساعة وبيمتد لحد قبل صلاة الظهر بثلث ساعة. فلو وقت الظهر وقت صلاة الظهر دخل فصلاة العيد ما نصليهاش ليه؟ لأن وقتها ساعتها يبقى فات. وفي النهاية ياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.